إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في الأعزاء أينما كنتم، نرحب بكم في هذه الصبيحة الرمضانية اليوم 19 من رمضان. نحن متواجدون بالسوق البلدي لمدينة تزنيت بودادية الموظفين، يعني الناس كيتشكاو، التجار كيتشكاو معنا، رئيس جمعية ديال التجار بالمارشي ديال البلدي. إذن أهلا وسهلا ومرحبا، رمضان كريم. السلام عليكم، رمضان كريم. مرحبا بقناة شوف تي في بسوق ودادية الموظفين بتزنيت. كما كنعرفنا سيدي بنفسك جمال فارسي، رئيس جمعية الخير سوق ودادية الموظفين تزنيت، وكذلك عضو الجمعية المهنية للتجار بمدينة تزنيت. واخا سيدي، شنو المتطلبات ديالكم في هذه الظرفية بالنسبة لنا؟ المتطلبات ديالنا غادي تكون هي متطلبات على الأكثر، غادي تكون كتعلق بالمشكل ديال الكراء، وبالمشكل ديال الا كانت شي امكانيات انها تكون شي مساعدات لهاد الحرفيين، وخصوصا انا كنعرفوا السوق هنايا مليء بالناس ديال الخياطه والصياغه اللي هما متوقفين دابا تقريبا قربوا يكملوا 3 شهور، فعندهم اكراهات كري كتعلق بالكيرة بالفواتير ديال الكهرباء والماء، زائد الاكراهات ديالهم العائليه، وكاين الفاتورات ديال الضرائب عن الابواب، وكاين اكراهات كثيره اللي كيعانيو منها في الوقت هذا. ولكن نظرا للظروف ديال الجائحه ديال هاد كوفيد 19 ما عندهم الا يتعايشوا معاه، وما عندهم الا يلبيو النداء ديال الوطن، وهما الان راه سادين مساهمين في هاد بدورهم، يعني محترمين قوانين الحجر الصحي. نعم، محترمين قوانين ديال الحجر الصحي، يعني بغينا نعرفوا بحذافيرها، بغينا نعرفوا يعني الناس اللي كاينين هنا شنو النوعيات ديال الشغل ديالهم، المحلات اللي كاينين، واش كاين غير الخياطه صافي ولا كاين هنا دابا في الاغلبيه تقريبا 90% هم كلشي القطاع ديال الخياطه، كلشي القطاع ديال الخياطه، يعني كلهم كيتشكوا. نعم، كلهم كيتشكوا بطبيعه الحال، لان كتعرف الحرفي والمهني دابا على الخصوص راه الاغلبيه فيهم هنايا ما عندهمش بعدا الرميد، ما عندهمش تغطيه صحيه، ما عندهمش اي حاجه من هذا القبيل. هذا هما اليوم كينادوا باش تكون واحد دعم ليهم على الاقل في هذه المسائل، مثلا ديال الكريدي، كاين القروض مثلا تعطات للناس ديال المقابل الذاتي او قرض الاكسجين، على الاقل حتى هما، لان الاغلبيه فيهم ما عندهمش السجل التجاري، ما عندهمش هذا، والاغلبيه فيهم خصهم يستافدوا حتى هما باش يستدركوا الموقف ديالهم، اثناء مثلا ملي تقرر السلطات المحليه والوطنيه باش يرفعوا الحجر، حتى هما يكون عندهم واحد القدره على المواكبه ديال الحياه الاقتصاديه ديالهم والتجاريه ديالهم بشكل عادي ان شاء الله. ان شاء الله، هذا هو المطلب الكبير. يعني بينا نعرفوا كذلك انتم بصفتكم رئيس ديال الجمعيه، يعني انت قريب من التجار، قريب من الناس، يعني اشناهما الحلول يعني اللي بغيتوا مستقبليه قريبه، يعني بيستحلوا يعني تدريجيا، ولا شنو هما المطالب ديالكم التفصيليه؟ دابا هذا كيرجع للسلطات المحليه على الخصوص، هي اللي غادي تعرف شنو هي الطبيعه، فاش غادي تسمح للمحلات باش يفتحوا المحلات ديالهم، وخصوصا كنعرفوا ان العواشر قريبه، ويعني العطله الصيفيه على الابواب، ومن ان الى ما استغلوش هذه الفرصه هذه راه بالنسبه لهم الموسم التجاري ديالهم كيمشي، لان تزنيت معروفه كتعتمد فقط على التجاره، على السياحة وعلى العائلات ديال المهاجرين في الخارج، فهاد القطاعات كلها كتعرفها عرفت ضرر كبير، خصوصا التجارة وقطاع السياحة والانخفاض ديال العائلات ديال هم العمال في الخارج، وبالتالي هاد الشيء كلشي كان عنده انعكاس على الوضعية الاقتصادية والتجارية ديال المدينة. ومن هنا إلا كان ممكن يحلوا، ولكن بطبيعة الحال أن التجارة مطالبين باش يحترموا الدواء ويكون يعني تكون السلامة، يعني طبيعة الحال يكون تدريجي. إلا كان هذا ممكن، إلا كان ممكن، لأن هذا دابا السلطة هي اللي عندها المعطيات ديالها، وهي اللي عارفة شنو اللي خصو يدار، ماشي حنايا، لأن يعني هما اللي عندهم كلشي، يعني هما اللي عندهم كيفاش غادي يفتحوا المحلات، كيفاش الوقت المناسب والوقت غير المناسب والإجراءات اللي غادي تكون مصاحبة لهاد إن شاء الله لهاد الفتح هذا. واخا سيدي تبارك الله عليك، يعني كلمة أخيرة تقولها كلمة أخيرة كنتمنى من الحرفيين ومن المهنيين المزيد من الصبر، ويتعاونوا مع السلطات المحلية، وما يكون إن شاء الله إلا الخير، وكنتمنى من الله تعالى يرفع هذا الوباء علينا، ورمضان كريم سعيد، يعني عيد مبارك سعيد إن شاء الله، ونتمنوا الخير للجميع إن شاء الله. تبارك الله عليك سيدي، شكرا. وشكرا لقناة شو تي في. رمضان كريم، تبارك الله عليك. مرحبا سيدي، مرحبا، شكرا. هو هذا؟
الناس.